خليني اقول ان حفله الفنان تامر حسني في مهرجان العالمين في الحقيقه عملت صدى كبير بين الجمهور اللي حضر الحفله دي واللي تفاعلوا مع الحفله بشكل كبير. فخلونا نشوف بقى قالوا ايه في التقرير اللي جاي. حلو المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ولم الزمان. هو الصراحه الاغاني كلها كانت تحفه قوي قوي قوي، وحبه جامد، ده من اكتر عشائي اصلا تامر حسني، بحبه قوي. حفله تامر جامده جدا طبعا، تنظيم فوق الرائع، العالمين حلوه جدا، انبسطنا قوي. ادا 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 وادو لا حلو قوي، والشو حلو لما ونوع متواضع جدا وبيطلع اي بنت. تامر حسني ده من يعني بحبك تامر. متجمعين على كل حلو في سنين، على كل خير مليكيكي في كل فرصة، مش فين وفين، متجمعين متأكدين ان اللي جاي ده كله جميل، وان اللي فات مشوار طويل والفرح قرب، وهو بالدليل متجمعين، واللحظه اللي بنوقف عندها بنقول لها جميله. وتامر النهارده كان فاكك وجميل، وكل الناس تقريبا اتبسطت، ودايما كده يا رب تامر من نجاح لنجاح دايما. ايه الاغنيه بتحبها؟ الاغنيه لسه نازله جديد بتاعت بهاء سلطان لا هي معلمين، حلوة. لا هي كل حاجة حلوة فيها، وان هو بيطلع كل مواهب جديدة كل فترة، فدي حاجة كويسة قوي. اليوم كان تحفة جدا، وكل حاجة متنظمة صح، وتامر حسني كان جامد جدا. بصراحة تحفة، عجبنا قوي الحفلة، كل سنة بتبقى أحسن من السنة اللي قبليها، وتنظيم تحفة بصراحة، ويعني الفنيو تحفة. أكتر أغاني عجبتك لتامر النهاردة؟ والله أنا ما أعرف أسامي الأغاني، بس أعرف الأغاني. أنت منين؟ السعودية. إيه رأيك في مدينة العالمين؟ احلى احلى مدينه والله، العالمين احسن حاجه. اتبسطتي النهارده بحفلة؟ جدا. هتحضري حفلات ان شاء الله؟ لما تنادي ولا ليها بديل، حتى في اصغر التفاصيل في دايما كده، الف من يشيل متجمعين. قولي لي بقى اكتر اغنيه النهارده عجبتك لتامر وكنت متفاعله معاها كده كان في كده جزء مجمع، هو جمع كل الاغاني مع بعض، فده كان حلو قوي بصراحه، يعني كان كوكتيل كده على بعض. رايك في التنظيم واجواء؟ لا كان كله حلو بصراحه، لا حلو، وانا دايما بحضرها كانت فعلا حلو. انا ولا عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي، بحبك يا حبيبي بحبك. رد عليه باغنيه بتحبيها دي تركيه بقى شوك زال شوك زال شوك زال يعني دي جميله قوي. طب ايه رايك، ايه رايها في مدينه العالمين الجديده؟ العالمين شير ناس كبيره. ايه؟ العالمين شير. شكرا لك، جميله جدا يعني. اكتر حاجه عجبتها هي العالمين يعني في المدن المصريه. ايه رايها في حفله تامر حسني؟ تامر حسني كونسيرت ناسي اغمى عليها من الكتر الفرحه. الحفله صراحه جميله جدا، الاجواء جميله قوي، وفي تنظيم عالي جدا الصراحه من ارينا والعالمين، يعني حاجه جميله جدا مره حلوه والله. انا من معجبين تامر حسني، وان شاء الله له حفله في جده رايح عشان احضر له مره ثانيه. اكتر اغنيه بتحبها؟ كفاياك عذار ونرجع تاني، كتير حاجات كتير قوي والله.